بسبب المحروس ابنك الزباين كسروا القهوة، جابوا عليها وطيها. هتدفع قيمة التلفيات كلها يا حاج صابر ولا لا؟ لا مش هدفع يا حاج ظابط، لأن ميدو ده مش ابني ولا أعرفه ولا عايز أعرفه. أنا بصراحة متبري منه. خلاص يتعمل له محضر عشان خاطر ده ابنك. ابني؟ ابني اتفضل. إيه ده؟ طلب تنازل عن ميدو، مش عاوزه. أنا هعمل بيه إيه؟ خده هينفعك. خده. هيخليك فرجة قدام اللي يسوى وما يسواش، هيخلي الناس عليك كده في القهوة صبح ظهر ليل. اسأل مجرب. خده. يابا أنا مش عايز عيال. خليه عندك وأنا هبعت أخده في الصيف. يا عم أنا عايز حق تلفيات. تلفيات تلفيات، أنت عصبي كده ليه؟ كام التلفيات دي؟ 7500 جنيه. طيب 7500 جنيه تلفيات تلفيات. اتفضل عليه العوض ومنه العوض. إيه ده؟ ايه يابا ده؟ دول 300 جنيه بس. والباقي من فضلك. اتفضل. ايه ده كمان؟ طلب تقسيط بقيه المبلغ. شايفك، أنا شايفك. شرفت يا أخويا. بتبص لهم كده ليه؟ مش عاجبك منظرهم؟ لا أبداً يا بابا. ومالك بتقولها من تحت درسك كده ليه؟ آه إيه قاضي؟ أنت مخنوق مني ولا حاجة؟ ولا قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ رد عليا يا ياض. قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ بص في وشي ولا وشي مش عاجبك يا ياض؟ لا يا بابا استغفر الله العظيم، دي خلقت ربنا. ولما هي خلقت ربنا مش عاوز تبص لها ليه؟ اسف يا بابا. انت بتسخن كتفي، اتجننت، عاوز تخرم كتفي. دماغك اهي. انت كمان بتديني بالدماغ. ده انا قطعت، عارف يعني ايه قطعت؟ يا بابا خلاص خلاص. بعد ايه؟ اوعي اوعي امسك نظارك. حرام. اوعي اوعي. حرام اوعي. حرام. الصبح منرفز بابا، الظهر منرفز بابا، الساعه 6 الا 3 منرفز بابا. ادخل اوضتك بقى، ما تقفش قدام. ادخل ادخل. حطاري عيني بتاع اللي في ايدك انت اخرى. انا كنت داخل، هو اللي وقفني. وقفتك ليه؟ عامل لك كمين؟ هشوف رخصك يا اخويا. برمي مرايه عليك. ادخل يا راجل بقى. ادخل ادخل. حاضر حاضر. اتفضل يا بابا. اتفضل. شفت بيحلف طايه ازاي؟ شفتي؟ شفتي؟ اكسرها روحها، اكسرها اكسرها يا جبان. جاتي يا رب. شفتي بيخبط كف على كف؟ ايه يعني انا راجل مجنون واقف قدامه؟ يا نهار ابيض، انت بتطردني بره البيت يا بابا؟ مين؟ حضرتك عملت ايدك كده دلوقتي ناحيه الباب، يعني اطلع بره؟ انا كلمتك. حضرتك عملت كده؟ طب روح روح. آه!
حضرتك بتلويني دراعي كمان؟ أنا هرب. يا ولد المجانين. اسكت يا ميدو، حلمت لك امبارح حتة حلم يا رب يجعله من حظك ومن نصيبك. خير يا ناهي؟ خير اللهم اجعله خير. حلمت ان انت قاعد في مكان واسع وفي ناس كتير، وفي اخر المكان ده بنت واقفة زي القمر لابسة ابيض في ابيض وعمالة تبص لك. لا يا شيخ، وانت مش واخد بالك منها خالص، وكل شوية تقرب لك حبة وتبص لك حديد، وانت برضو مش واخد بالك منها خالص. لا ماليش حق. وبعدين وعلى غفلة قربت لك قوي ومدت ايديها ومسكت ايدك، وهوب راحت شده من ايدك البرشام اللي كنت بتغش منه وطردتك بره اللجنه ولغيت لك الامتحان بره. البنت مرنة اتصلت بيك، اتصل بيها لحسن تتصل مره تانية وابوك يرد عليها. بره. سبعة ستة ستة. ألو فري، إزايك؟ معلش ما عرفتش أكلمك الصبح. بقولك إيه، هو إحنا هنفضل مقضينا تليفونات كده طول الوقت ولا إيه؟ طب ما تخليني أشوفك ولو مرة واحدة. اصل انا معرفش يعني انتي طويله ولا قصيره ولا تخينه ولا رفيعه ولا بيضه ولا سمره، يعني اوصفي لي شكلك كده وحاولي تكذبي عليا. لا لا معقول، انتي جامده جدا بقى على كده. بنت خالتك ولا يهمك، هاتيها معاكي، هاتيها وانا هجيب واحد صاحبي. ماشي سلام. بقولك ايه، انا هعرفك ازاي؟ بلوزة حمرا. ماشي باي باي. تبين عليها جامدة اوي اصلي يعني. ولا عزوز زوز زوز يا زوزو، ولا زوزو ولا عزوز. إيدك الشك في إيدك اللي رميت الطوبة. امسك الولد ده، خد ورق ورق خد. هو فين يا أخويا اللي جاري ده؟ تريش أنا هجيبولك الواد ده معلقه من قفاه. عزوز فين بقى؟ قطيعة. أنت يا واد يا عزوز يا دكتور الطين. كلم يا ميدو. في إيه يا ميدو؟ يلا عزوز خش اضرب لك طقم كده في الشياكة عشان عندنا سهرة تمام النهاردة. يلا يا عم سيبنا نملي شوية، أنا لسه جاي من الشغل دلوقتي ومش خارج النهاردة. يا بني آدم معايا موزز افهم موزز. يلا هغير هدوم وأجي لك على طول. يلا عم ميدو. ايه يا عم انت ده؟ ندى ندى عليك كده ليه وانا تايه ولا ايه؟ حلوين يلا حلوين. يلا حلوين، انا عمري ما شفتهم بس صوتها في التليفون. يلا عزوز اصلي تحت في اي حاجه فيها ده مربوطه، بس هنركب كلنا على الموتوسيكل يا ميدو كده. الموتوسيكل هيتضايق منك. عيب يلا وديت عندي على صاحبك برضه. ايه ده؟ مفاتيح عربيه ابويا. ايه قشطه، رحنا في داهيه. ايه الفال ده؟ فال جديد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طب افتح لي الباب. سمعني بحياتك. ما قلتليش يا ميدو. ها البنات دي انا اعرفها ازاي؟ هي قالت لي هتلبس بلوزه حمرا. حمرا؟ وده لون يتلبس بالليل ولا بالنهار وحياتك؟
العزوز اهي البلوزه الحمراء واقفه هناك اهي. خش بقى بس. مش رقم تليفونك برضه 7-63-3-3-4-6؟ مش نمرتي. لا نمرتك يا ميدو نمرته. لا يا عزوز انا غيرت نمرتي بس لسه ما اديتهالوش. الانكار مش هيفيدك. احنا قطعنا 4 تذاكر يلا بينا نخش السينما. اوبا ده انا نسيت الفلوس في البيت. دونت وري انا معايا فلوس. وانا كمان. طب انا ثواني انزل اركن العربيه لحسن ركنها صف خامس بدل ما الونش يجي يشيلها اصلها مش عربيتي. مفيش ونش بيعدي من هنا. يلا بسرعه عشان نلحق الفيلم. يلا اصل عليك يا ميدو. يلا ما تعطلش هتيجي يعمل هتيجي. It wasn't a date. It's okay, an appointment. I keep my appointments. I have door issues. I called you. I called you at 7 o'clock. I get up early. I need more sleep. Come back in a month. Come back? What makes you think I'd come back? إيه ده في تبان في وشك ولا إيه؟ ايه في ايه انت بتبصي لي كده ليه؟ هو انت مش حاسس باللي انا حاسس؟ لا خالص. يا خساره. بص بص على الفيلم. ايه ايه؟ يا ناس اهو بدخن في السينما اهو وفي موكيت اهو. هو ما حدش بيطلعني بره ليه؟ معلش معلش انا اصلي باكل بالايد دي. معلش ما انا برضو ماسك الكيس بالايد دي يعني باكل بدي وماسك بدي. لو عندي ايد ثالثه كنت اديتها لك. لو سمحت لو سمحت في واحده عايزه تمسك ايدي. بعدين معاك يا فريده. خلاص ده انت معروفه هنا بقى. طب مش تقولي مش تقولي يا فريده مش تقولي انك معروفه هنا يا فريده ولا انت يعني جميله اهلي لما اخذ يا جماعه. معلش قولي يا فريده. Yes, yes, yes.